عيني قبل العلامة، أنا بحب رحلة الإسراء والمعراج ليه؟ وإن كان تصحيحا لمفاهيمنا وتعليما لأنفسنا، هي ما وقعتش في شهر رجب. إحنا بنحتفل بيها في رجب، لكن هي وقعت في شهر ربيع الأول على أكثر الروايات، أو في شهر ذي القعدة على بعض الروايات، لكن إحنا بنحتفل بيها في رجب. لكن أنا بحبها بشكل خاص ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالبراق وسيدنا جبريل قال له انزل ها هنا فصلي ركعتين، فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم قال أين أنا يا أخي يا جبريل؟ قال أنت على جبل المناجاة، أنت على جبل ناجى من عليه موسى ربه. قال وما هذه البلاد يا أخي يا جبريل؟ قال إنها مصر يا رسول الله. فوطأت قدم الحبيب أرض سيناء، ولذلك لا أخاف أبدا على أوطاني، ولا أخاف أبدا على بلادي، لأن أرضا نالت شرفا أن يطأها الحبيب بقدمه صلى الله عليه وسلم، أرض مباركة. ومش كده وبس، أنا عايز أقول لحضرتك أن مصر شرفت بذكر القرآن لها ما بين التلميح والإشارة أكثر من 30 مرة، مش على وقف التصريح اسم مصر بس، لا. لما تسمعي سيدنا الشيخ الشعراوي بيفسر والتين والزيتون وطور سينين، يقف عندها ويقول وذاك الفخر أنني مصري، هذا فخر أنني من مصر، لأن الله أشار إليها. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على سيدنا عيسى فيقول إحنا بعتناهم في حتة أمان وفي منطقة كلها سكون، اسمع لتعبير القرآن وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. إنها مصر، إنها مصر التي كرم الله يوسف بعد الشدة بها. إزاي؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى بعد الشدة اللي ألمت بيوسف بعد المحنة الشديدة إداله المنحة. فإداله المنحة إزاي؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قالوا لأن أهل مصر عرفوا بإكرام الضيف والعبيد منذ القدم، فهذا فخر لي، وهذه رسالة أمان لكل الناس، وهذه رسالة للغادرين قبل المحبين، وللأعداء قبل الأصدقاء، أن مصر قد حفظت وحميت بحماية الله وبمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم.